كيفية حماية الطفل الرضيع من زيادة الوزن؟ أهلا بك أسماء، وكنشكرك بزاف على كل هاد النصائح اللي كتقدمي لنا يوميا. أهلا سناء. كنعرفوا على أن الوالدين ملي تيشوفوا أن الطفل ديالهم الرضيع يعني زايد في الوزن ديالو ولا ممتلئ، تيكونوا فرحانين على أساس أنه راه هذيك الزيادة في الوزن دليل على الطفل ديالهم الرضيع راه سليم البنية. فاليوم بغينا نعرفوا معاك واش الزيادة ولا هذاك الامتلاء ديال الطفل الرضيع يعني في الأشهر الأولى دليل على سلامته الصحية دائما. أول حاجة قليل اللي كيفكر أن حتى الأطفال الرضع في سن ديال 6 شهور ولا أقل ولا أكثر كنهضروا فيه على زيادة في الوزن عندهم. نعم، الأطفال اللي هما صغار في عمر ديال سنة ولا سنتين ولا حتى أقل تهما معرضين لزيادة في الوزن، والزيادة في الوزن عندهم كتكون تهي عندها آثار سلبية إما في هذيك الفترة بنفسها. الطفل اللي زايد في الوزن ما غاديش يتمشى بكري بحال الأطفال العاديين. الطفل اللي زايد في الوزن يقدر يكون عنده الحدود أنه يتصاب بالسكري لاحقا، كتكون عنده أكثر سكري من النوع الثاني كتكون أكثر. الطفل اللي زايد في الوزن ما كيكونش النمو ديالو الطبيعي يعني بالشكل ديال الحركي والسلوكي طبيعي بحال الأطفال الآخرين. إذا المشكل ديال زيادة الوزن عند الأطفال الرضع هو واحد المشكل اللي هو كاين وموجود، ولكن حنا علاش ما كنتبهوش ليه؟ لأن ملي كنشوف واحد الطفل اللي هو صغير وغليوض ومضبط فحنا دائما تنقولوا كيعجبنا وتنقولوا هذا الوليد راه أوتوماتيكمون راه الصحة ديالو مزيانة وتياكل مزيان. هذا الشيء ماشي بالضرورة. الطفل ما لازمش أنه يفوت يعني البروغريسيون ولا الزيادة في الوزن اللي كتكون عنده وهو كيكبر لازم كتكون معروفة ومحدودة، ما لازمش انه يعني يفوتها باش يبقى في الصحة. يعني كيفاش نحميو الرضيع ديالنا من الزيادة في الوزن؟ وحنا احيانا حتى بعض الاطفال يعني الام حتى هي ملي كتكونش دايرة واحد نظام غذائي صحيح اللي كتمشي عليه في الفترات ديال الحمالة، كنعرفوا كنشوفوا ان الطفل مجرد ما كيتزاد كنلقى انه زايد يعني بواحد الكيلو. نعم، فزيادة الوزن كتكون حتى عند الولادة فعلا. الا كان هذاك الطفل الام ديالو كتعاني من مرض السكر كاين احتمال كبير انه يتولد مكروزوم او لا الطفل يعني زايد في الوزن. والطفل اللي زايد في الوزن عند الولادة يكون معرض لهبوط السكري في الدم، يعني خصو يبقى يتردع مرارا وتكرارا فوق ما يطلب وبواحد الشكل اللي زايد على الاطفال الاخرين. الاطفال يعني بعد الرضع في هذا السن ايضا لازم اننا نردوا البال، يعني الصحه ديال الام راه من الصحه ديال الجنين، ولا كانت الام واخا تكون يعني فيها السكري واخا يكون عندها زياده في الوزن لازم انها تضبط الاكل ديالها. الا ضبطات الاكل ديالها وتبعت القواعد السليمه ديال التغذيه الام الحامل فحتى الطفل ديالها غيكون عنده حدود انه يكون عنده وزن عادي. ملي كيزيد الوزن ملي كنلقاو اطفال اقل من سنتين وعندهم وزن زائد فهنا ما غاديش نلقاو باللوم عليهم هما، لان المسؤول الاول شكون اللي كيكون؟ هما الاباء والناس اللي محيطين بهذا الرضيع ولا هذا الطفل، لان الطفل كيكون غير كيتلقى الماكله اللي عطاته تياكلها علاش ما ولفناه كيكمل. اذا الى الطفل ديالك زيد في الوزن في هذا السن هذا عرفي ان لازم تعيدي النظر في العادات الغذائيه اللي كتعطيه. إذا نمشيو الإجابة على كل تساؤلات الأمهات اللي كنتوصلوا بها دائما عبر الأسماس للرقم 5080. أول أسماس معنا مستمعة كتقول ولدي عنده دابا 11 شهر كنعطيه الحليب الطبيعي ديالي وكياكل مزيان، الوزن ديالو 14 كيلو، واش هذا مزيان؟ 14 كيلو العمر ديالو 11 شهر كياخذ الحليب ديال الرضاعة الطبيعية ديال الأم ديالو. نعم فقط ما كتكلمتش واش دخلت في الاكل الاخر ولا 14 الوزن ديالو 14 الكيلو هو زيد واحد شويه، واكيد انه ما يمكنش يكون زيد هذا الوزن غير بالرضاعه الطبيعيه. ما تكرهتش ولكن نعم غتكون دخلت ليه الماكله. نعم اذا غادي تكون دخلت ليه الماكله تحاول انها تعطيهش يعني الا كانت كتعطيه بعض الانواع ديال الحليب المجفف تعطيه القياس، ما ديرش ليه كونسونطري ولا مركز، تعطيه القياس تماما ديال الحليب الغبرة مع الحليب العادي، لان في هذه الفتره هذه غالبا ما تكون ديك لا سو ديلوسيون ولا كيديروا الحليب اكثر من الماء اللي خاص يكون. ما كيديروش اسيدو ولا ما يكفي من الماء الكميه ديال الحليب ديال الغبره، لان هنايا كياخذ الرضاعه الطبيعيه ولكن اكوتي غادي يكون كياخذ حتى الحليب ديال
البقري سواء الطري، ولا كانت كتعطيه الحليب اللي هو ديال الغبره، لازم انها تضبط الكميات اللي مكتوبين عندها في المعلف، يعني في الغلاف ديال الحليب، وما تكثرش الغبره على الحليب. نعم، وبالاضافه انها لازم تعطيه الخضار. الا كان هذاك الطفل كياكل بزاف وتيطلب الماكله بزاف، ما غاديش نعطيه شي حاجه اللي غتغلطو، يعني ما يمكنش هو غليظ ومازال كيطلب الماكله، وغادي نعطيه مثلا ما عرفتش نعطيه مثلا ماده فيها الدهنيات بزاف. لا، الا كان كيطلب الماكله وباقي فيه جوع، نعطيه خضر، نعطيه اون سوب، نعطيه يمكن خزو، ما عطيهش يشدها في يدو يلعب بها كوسيله يعني للتهدئ ديالو والاشباع، هذيك الرغبه في الزياده في الوزن في الاكله. ناخذ اس ام اس اخر من عند ايمان. ام قمر من المحمديه كتسول بنتي كنعطيها الحليب المصنع حيت الظروف ديال الخدمه ديالي ما كتسمحش ليا انه نتواجد معها دائما، وعزيز عليها حبوب القمح في الكوتي وهي عامره شويه. اذا كانت كتاخذ الحليب ديال حبوب القمح لازم ممكن تطبق عليها، ايضا ممكن تطبق على الحليب اللي هو غبره، لازم ان لا ديليسيون تكون كوريكت، يعني هذيك الماء اللي كنزيدوه يكون ما يكونش قل، لان الا كتقل الا كنعطيو الماء قل من الكميه اللي خاص مثلا جوج معالق ولا ثلاثه ديال الحليب ولا ديال الحبوب القمح، هنا كنعطيه كميه ديال الطاقه اللي هي كثيره في واحد القدر اللي قليل ديال الماء، ونهار على نهار غادي يزيد في الوزن. اذا تراقب الكميات اللي كتعطيها حبوب القمح، الا كانت يعني بانت لها بدات كتزيد في الوزن، الا كانت كتعطيها لها يوميا تقدر تعطيها لها نهاريه نهاريه نهار لا، لانها غنيه. إذا كانت كتاكل مثلا أغذية أخرى اللي كتزيد في الوزن بحال السكريات والسقطة والمشروبات الغازية، هي كتعطيها لها تحيدها، وتركز على الحليب أنه يكون في لا ديليسيون ولا يعني الماء اللي كنزيدوه الحليب اللي هو غبرة تكون في القياس المحدد، ماشي أكثر وماشي أقل. آخر تساؤل من عند أم نبيل من صويرة كتقول ولدي عنده دابا 3 سنين، الوزن ديالو 21 كيلو، البيدياتر ديالو راه قال لي انه زايد في الوزن شويه، غير هو تياكل عادي ولكن عزيز عليه المشروبات الغازيه بالانواع ديالها وفي الرضاعه، وهي شرط على انه حيت واحد المره كنت خرجتو عند العائله بغيتو باش يسكت ودرت ليه يعني المشروب الغازي في الرضاعه، ودابا ولفها وصعب عليا لانه نحيد هذا. نعم، فالطفل ديالها زايد في الوزن. الاطفال اللي كيكونوا زايدين في الوزن ما كنعطيهمش واحد الحميه غذائيه اللي هي صارمه، فقط كنحاولوا يعني نصلحوا لهم هاد الاخطاء اللي كتسبب في الزياده في الوزن، اللي منها ان الام عرفتها اللي هي انها كتعطيها كياكل عادي، ولكن ملي كتعطيه المشروبات الغازيه، حنا عرفنا المشروبات الغازيه اللي عطاتها له في الرضاعه يقدر يوصل حتى 500 ml ولا 250 ml يعني باغ جور، هي كتعطي واحد الكميه ديال الطاقه اللي كبيره، الا زدناها على الغذاء اللي كياكلوا بشكل يومي عادي، فهنا غنوصلوا لواحد الكميه ديال الطاقه اللي غادي تزيد في الوزن ديالو لا محاله. اذا نحاول نحيد هاد، ماشي نحاول، ضروري ومؤكد انها تحيد هاد العادات هادي. حنا عارفين المشروبات الغازيه ماشي للاطفال في هاد السن، ماشي كل نهار كنا ناخذها، ولكن ناخذها بشكل يعني اللي هو دابا هو يعني عطاتو هاد ولفاتو هاد السلوك، وبالتالي الطفل يعني ما عنده حتى شي ماشي ذنبو، لانه خضر الدعاء باش يشوف واحد المشروب اللي هو حلو وبنين كيشوف الا حيدو ليه غادي يبكي عليه، ولكن تحاول تبدل ليه بعصائر طبيعيه، تحاول تعطيه الحليب، تعطيه يعني مسائل اخرى يولفها، يكون صعيب شويه ولكن مع الاراده غادي يكون. يعني خاصها تحسم في السلوك؟ لا، خاصها تحسم، لان غيتسبب ليه في تسوس الاسنان، في مشاكل كثيره. وكنعرفوا حنا الاضرار ديال المشروبات الغازيه. نعم. يعني قلت كنتي تكلمتي على انه كتعطي هشاشه العظام، داك التعقق. نعم. ديال العظام. نعم. وخاصه لو ولفها في السن، تسوس ومشاكل اخرى واضطرابات حتى في التذوق عند الطفل، يعني كيولي يميل للحلاوه ما كيتقاش الاغذيه الاخرى يقبلها اللي هي طبيعيه. اسماء ازريول مشكور على كل هاد التساؤلات وعلى كل هاد المعلومات والنصائح اللي قدمتي لنا اليوم، ونتلاقاو معاك دائما في فقره نصائح التغذيه السليمه للاطفال.